البداية إذن من شمال وشرق سوريا وجديد التطورات لنشاهد. في موقف جديد وغير مسبوق، دعت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية في تقريرها السنوي لعام 2021 الحكومة الأمريكية إلى الاعتراف رسميا بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كحكومة محلية شرعية. اللجنة حثت في تقريرها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إشراك الإدارة الذاتية في محادثات السلام الدولية في الأمم المتحدة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي يدعو إلى حل سياسي للأزمة في سوريا. كما وطالبت اللجنة الإدارة الأمريكية برفع العقوبات التي فرضتها على الحكومة السورية عن جميع المناطق التي يوجد فيها التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. وفي موقف لافت أيضاً، طالبت اللجنة الأمريكية الاحتلال التركي بتقديم جدول زمني محدد لانسحابه من سوريا ووقف التطهير العرقي في المناطق المحتلة. وكان تقرير اللجنة لعام 2020 قد دعا إلى مزيد من المشاركة الدبلوماسية مع الإدارة الذاتية واستمرار الدعم عبر المنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين الآخرين، لكنه لم يدعو إلى الاعتراف السياسي بها. يذكر أن المفوضية الأمريكية للحرية الدينية الدولية هي لجنة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تم تشكيلها في عام 1998 لمراقبة ظروف الحرية الدينية في البلدان الأخرى. ومعنا الآن من تكساس الدكتور محمود عباس باحث سياسي. دكتور محمود أرحب بك، إذا نحن بصدد تقرير للجنة الأمريكية للحرية الدينية والدولية بعام 2021 غير مسبوق باللهجة تجاه شمال وشرق سوريا، فيما لو قيمنا ما جاء فيه في البداية، تفضل. تحياتي لك والمشاهدين الكرام. حقيقة عندما قبل أن ننظر إلى التقرير يجب أن نقيم مكانة هذه اللجنة أو هذه المفوضية، يعني لنرى مدى تأثير تقريرها على السياسة الأمريكية الخارجية. طبعا هنا يجب أن نأتي على كما جاء في تقريركم على السنة التي أولا بداية على السنة التي تم تأسيسها، طبعا كما جاء في تقريركم عام 1998 ومن قبل الكونغرس الأمريكي. طبعا هي مفوضية مستقلة عن الحزبين تابعة للفيدرالية الأمريكية بشكل عام، نعم. وتختلف عن مكتب الحريات الدينية التابعة لوزارة الخارجية. المكتب الحريات الدينية لوزارة الخارجية تنظر إلى الدول العالم بأجمعه عندما تحدث أي إشكال دينية، أما المفوضية العامة تلقي الدول الخاصة التي فيها إشكاليات دينية وتركز عليها وتقدم تقاريرها بعد دراسات طويلة إلى كل من رئاسة يعني بيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس الأمريكي، حتى إلى درجة إن تقريرها أثر على خطاب أوباما في 2009 عندما قدم خطابه في مصر. يعني أريد أن أبين أن تقرير الصادر من هذه المفوضية بالتأكيد سوف تكون لها ثقلها في السياسة الأمريكية الخارجية. نأتي إلى تقرير، يعني إلى المضمون التقرير. بالتأكيد عندما قدم هذا التقرير جاءت على خلفيات سياسية إلى جانب خلفيات الدراسة العميقة أو نستطيع الدراسة الواسعة لما يجري في الإدارة الذاتية. طبعا الحريات الدينية هذه تبين على أن للأديان لها حرية واسعة ضمن الإدارة الذاتية، إلى جانب أن أرفق مع التقرير نقطة أخرى وهي أن المناطق الموجودة تحت إدارة المعارضة سورية أو التابعة لتركيا هناك انتهاكات ضد يعني المجموعات الدينية الأخرى. هذا التقرير يبين جانبين، جانب تأييد الإدارة الذاتية وجانب يعني ليس فقط يعني طلب من الوزارة الخارجية لأخذ موقف ليس فقط من المعارضة سوى إنما من تركيا.
كما نعلم أن الدول الآن التي تحت المراقبة هذه المفوضية بحدود، إذا لم يخبرني ظني، بحدود 17 دولة في العالم يعني، وأضافت إليها في الفترة الأخيرة كل من العراق، وكانت مضافة إليها كل من العراق وأظن كانت نيجيريا وتركيا في الفترة الأخيرة، أصبحت تحت أنظارها، تحت أنظار، وبالمناسبة قدمت تقارير حول الانتهاكات التي تجري في تركيا، ورفضت تركيا بتقارير رسمية ضد هذه العملية. التقرير إذن عندما تأتي وتركز على الإدارة السعودية بشكل خاص وتقدم هذا التقرير إلى البيت الأبيض وإلى وزارة الخارجية وإلى الكونغرس، دلالة على أن الإدارة الذاتية أصبحت تأخذ الاهتمام الدولي أو الاهتمام وزارة الخارجية وزارة أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. أتصور لها ثقلها هذه، يعني تقرير، هذا التقرير لها ثقله، يعني حسب رؤيتي ودراستي يعني هذه خطوة نستطيع أن نقيمها بشكل جيد في يعني المستقبل. دكتور محمود، خلينا نفوت بالتفاصيل قليلا لو سمحت. يعني تقرير هذه اللجنة أوصى الحكومة الأمريكية بالاعتراف بالإدارة الذاتية كحكومة محلية شرعية، هل قد يصار للاستجابة؟ عفوا، سؤال بالله. تقرير اللجنة الأمريكية أوصى الحكومة الأمريكية بالاعتراف بالإدارة الذاتية كحكومة محلية شرعية، هل قد يوصل للاستجابة؟ طبعا عملية الاستجابة أو لا، يعني هي عملية ليست لجنة تستطيع أن تفرض قراراتها، تحاول، طبعا هناك بعض المحاولات من المفوضية تريد أن تكون قراراتها قرارات رسمية داخل الكونغرس الأمريكي، ولكن حتى الآن الكونغرس الأمريكي لم يعتبر كقرارات رسمية سوف تنفذ، ولكن تأخذ بعين الاعتبار في العلاقات الخارجية، حتى أن الكثير من الوزراء أو الوزراء الخارجية الأمريكية أو حتى أعضاء الكونغرس الأمريكي عندما يقومون بعلاقات أو اتفاقيات أو زيارات إلى دول خارجية بالتأكيد يأخذون بعين الاعتبار تقارير المفوضية الأمريكية للحريات الدينية. يعني هذه، يعني هذا التقرير لا نستطيع أن نقول أنها سوف تنفذ أو تعترف بالإدارة الذاتية يعني من البعد السياسي، ولكن بالتأكيد سوف يكون لها ثقلها في العلاقات القادمة مع الإدارة الذاتية، وسوف تكون يعني لها تأثيرها على قادم سوريا وما ستكون عليه الإدارة الذاتية في المستقبل ضمن سوريا القادمة. يعني أنا أتصور أن التقرير يعني حتى لو لم تنفذ، لكن سوف لها ثقلها، لن تكون، وإنما لها ثقلها وفي هذه الفترة بالضبط، يعني بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية. بالمناسبة يعني المفوضية، يعني بما أنها لجنة مستقلة، ولكن يتم تعيين الرئيس ونائب الرئيس، ثلاث مفوضين من قبل الرئيس بشكل مباشر، يعني الرؤساء الثلاثة الآن الموجودين على رئاسة المفوضية تم تعيينهم من قبل إدارة بايدن، ويتم أخذ موافقة الكونغرس للتعيين. طبعا الأعضاء الآخرين يتم تعيينهم من قبل الحزب الحاكم، وبعضهم يتم تعيينهم من قبل الكونغرس الأمريكي أو أعضاء الكونغرس الأمريكي. إذن المفوضية حتى لو لم تنفذ تقريرها بشكل أو لم تأخذ بعين الاعتبار كتقرير يجب أن تنفذ، ولكن حسب يعني ردا على سؤالك ثانية، بالتأكيد سوف تأخذ بعين الاعتبار. طيب، في دكتور محمود، وضحت الفكرة في هذا السياق. يعني كما أسلفت، التقرير ركز على نقطتين أساسيتين: دعا الحكومة الأمريكية للاعتراف الرسمي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تطرق أيضا للاحتلال التركي وضرورة انسحابه وإيقاف التطهير العرقي في المناطق التي يحتلها. هذان الحدثان يأتيان قبيل توضيح الاستراتيجية الأمريكية الجديدة حيال سوريا، هل نتحدث هنا عن ضرورة الأخذ بهذان المطلبان بالحسبان أو في ضمن السياسة الأمريكية الجديدة؟
نعم، انا في حقيقه يعني الاستراتيجيه الامريكيه قبل هذه المره عده مرات نوهنا اليها، اداره بايدن واداره جديده الان تركز بشكل خاص على سوريا قادما، طبعا بعد ما تخمد المناطق الساخنه في العالم وبعد ما تنتهي من سحب قواتها من افغانستان والعراق. اظن ان اداره بايدن سوف تركز على المنطقه الكرديه بشكل خاص وسوريا بشكل عام يعني. ولذلك مثل هذه التقارير ليس لم تاتي بشيء من عبث يعني، ولم تاتي بمجرد انه مجموعة من ضمن المفوضية قاموا بكتابة التقرير، بالتأكيد لها خلفيات سياسية أيضا يعني يجب أن ننتبه إليها. مثلا التقارير التي تقدمها مكتب الحريات الدينية التابع لوزارة الخارجية تقدم تقارير عامة يعني، كل فترة عندما تحدث أي انتهاكات تقدم تقرير، ولكن هذا التقرير هو تقرير سنوي يعني، تأخذ بعين الاعتبار الاعتراف، مطالبة الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالإدارة الذاتية من البعد السياسي. نعم. يعني المطالبة بمعاتبة المعارضة أو يعني حتى محاكمة المعارضة يعني بأسلوب غير مباشر، المعارضة السورية أو المناطق التي تحت الإدارة التركية، يعني أعتبرها أنه خطوة إيجابية جدا، أظن سوف تؤثر على قادم سوريا بحيث أنه تكون يعني بحيث تكون الإدارة الذاتية جزء رئيسي في العلاقات أو الاتفاقيات التي سوف تجرى في قادم الأيام أو قادم الشهور. طيب، كسؤال أخير، يعني اللجنة الحكومية الأمريكية أيضا دعت لمشاركة الإدارة الذاتية في محادثات السلام الدولية في الأمم المتحدة، نتحدث عن القرار الدولي 2254 الخاص بسوريا، هل قد نشهد أيضا موقف أمريكي ضاغط في هذا المضمار؟ يا طبعا كما ذكرنا أنه هذا التقرير سوف تكون لها ثقلها في السياسة، في قرارات السياسة الخارجية الأمريكية بالتأكيد. يعني نتذكر أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية أرسل لجنة إلى مناطق الدول الشرق الأوسط طبعا لمتابعة التغيرات السياسية التي سوف تجري، طبعا لإعطاء يعني اطمئنان لبعض الدول ولتركيز على العلاقات أو الاتفاقيات السابقة في المنطقة. هذه اللجنة بالتأكيد درست واقع سوريا أيضا، وواقع سوريا خاصة المناطق التي تعتبر مراكز استراتيجية بالنسبة للقوات الأمريكية أو الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط. هذه اللجنة وتقاريرها التي قدمت فيما بعد لوزارة الخارجية إلى جانب المفوضية بالتأكيد سوف تركز على نقطة مهمة فيما لو تمت الحوارات ما بين أو بدأت الحوارات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حول مستقبل سوريا، أتوقع أن منطقة الإدارة الذاتية سوف يعني دور الإدارة الذاتية ومركز الإدارة الذاتية سوف تكون من أحد النقاط أو النقاط المهمة ضمن عمليات الحوار. يعني سوف تعتمد الولايات المتحدة على الإدارة الذاتية كطرف مشارك في مستقبل سوريا. يعني الاتفاقية أو القرار 2254 يعني أظن أنها سوف لن تنفذ بدون الوجود الإدارة الذاتية. يعني هذا التقرير حقيقة خطوة، أعتبرها خطوة جدا كبيرة ذات ثقل بالنسبة لسوريا يعني لمكانة إدارة ذاتية ضمن السياسة الخارجية الأمريكية. شكرا جزيلا لك دكتور محمود، في الحقيقة هذا ما سمح به الوقت، سعيدين جدا لانضمامك معنا وتواجدك معنا أيضا وعلى كل هذه الإيضاحات. من تكساس الدكتور محمود عباس الباحث السياسي، شكرا جزيلا. بعد فاصل نفتح الملف الميداني.